عندي شركة شركة جودن. ايه جاي. زين انا بخليك تخلص الاوراق تعطيها لعبد الرحمن، لان عبد الرحمن قال لي المفروض خلص الديل يا يعني. لكن انا ما اعرف الاوراق وين حطها، والريال تعب دائما متاخر عن دوام، وهذا العيب اللي صدق يعني الشيء اللي ما اقدر اتحمله في الشركة. المهم انت جهز لي الاوراق وابغاك تعطيه الاوراق يخليه يخلصها، وتاكد الاوراق ورقه ورقه، لان عبد الرحمن تعب انا ما اقدر اعتمد عليه في هالاشياء. الشيء الوحيد اللي بعتمد عليه كونتاكتس في الشركات. انا ما اعرف متى بيغير العاده، لكن ان شاء الله ما اعرف شو اقول لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سامحوني على التاخير. عبد الرحمن وينك؟ دوامك الساعه 7 الساعه 10. سوري يا اخبارك، كان عندي كان شيء مباراه البارحه، بعدين تميت يا شباب، وبعدين زحمه تصير اليوم. اسمحوا لي على التاخير. المهم شو استوى الموضوع؟ هي مساله عدم عبد الرحمن. المهم انور بيفهمك كل شيء شو صار عن الديل. خلي بس تطلع يا انت وبيكلم اوراق الشركه وياكم. اوراق الشركه عند انور. تمام الاوراق عند انور، هو الحين بتطلع انت بيخبرك بالضبط وساب البيتين وبيفهم. اوراق كامله عندك انور؟ اي كامله. خلاص انا بخلص الموضوع. خلاص عبد الرحمن الوقت مالك. عبد الرحمن بصير راح كده. عبد الرحمن تعبان يا خلص اوراق الشركه اللي قلت لك. خلصت، قال لي انه ابروفد وبيكلمك على المكتب وخلاص. زين ما عليك، اسمع خلص اوراق الشركه وعرفهم لانور واتوكل على الله، تصير البيت ريح، وانا ان شاء الله بكلمك باكر شو تسوي. بس تعبان يا اسمح لي. لا ما عليك مسموح، خذ راحتك، اهم شيء الناس ما قلت لك. جهز الاوراق وعطها حق انور وتوكل على الله وجوا خير. يلا الو شو الاخبار برادر؟ لا قد حق المدير ان انا مريض، جاي رخص لي بسرعه. شو يبغى المدير؟ المهم شيء لا باليوم الساعه 10 في الليل، ابغى ناس دفيها ما انا بلعب يا ناس. اي بيحطون مبلغ ونلعب زين، نتلاقى الساعه 10 بس ترتيب. يلا باوي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حبيب عوف.
الاخبار؟ تمام الحمد لله. عاش من شافك. عاشت ايام وين انت موجود؟ موجود من متى؟ قلنا بيبي اخر شيء الحين الدين. قلت حق المدير اليوم، قلت حق المدير اليوم اقول لك انا مريض، شي يقول لي ترخص روح. اقول لك احلى مرضيه وحياتي. والله مرضيه استنبل الانسولين لين الصبح. والله صباحي حكم حكا. يلا سيلس يلا عبدو. والله لك وحشه يا اخي، لك وحشه عبدو. والله شنو الاخبار؟ طيب الحمد لله. كيف الدوام وياك؟ والله دوام عرفت يعني عاد دوام هذا سمي يا ريال، احسن من نيستنا على الاقل. تروح تصرف على عمرك الزين. احلى من اليلسه اصلا ما شيء. منو انا اخبص؟ ايش عندك؟ يا بلا ما بتجيب انت، انا اعرفك. ايي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 ي
خال ثلاث اوراق صح؟ باوند على راسك بعد باوند عطنا خال هاسن يلعب ليمن باش الهاس شو سويت؟ باش الهاس شوف على شو باكلك ميمة سبيت يا يا اخي زين احمد سوي شيء انت يا ريال باوند على راسك انت اول ما يلعب يا ريال باوند والله اقول لك اتشبك بعد جيم بعد دقيقة دقيقة شباب بسوي اتصال بي زين باكر بسيرون باكر مكانتو انا سمعت انتو باكر سايرين رحلة ايه بنسير وين؟ جزيرة ياسا شوف جيب تعال وحياتك شو 40 لعبة شو حمار متى ساريزي متى الصبح؟ الصبح جي على الساعة 9 ونص بنحرك دوام يا اخي تعال دوام احلى من الطلعة مالتي شوف بعدين دقة مرضية خلاص عيل تعرف كيف؟ خلني اتصل بسعيد بقول انا باكر مريض بطني عورني ما ادري شو بضرب مرضية انا بس اسوي اتصال بي خلاص خذ راحتك اتصل اوه بسعيد يا ريال الو بسعيد والله توني يا اتصل فيك توني اتصل والله انك ولد حلال شو الاخبار بسعيد بغيت اخبرك يا اخي مريض لين الحين تعرف لين الحين اقول لك عوار بطن ما ادري شو صرت العياده ما شيء فايده كيف ورقه استقاله ما عليه المهم انت تمر باكر ان شاء الله تاخذ الورقه وتوقعها تاخذ مستحقاتك وتتوكل يلا لا ما عليه خلاص ها تلعب يلا سامحوني جدا السلام عليك شو تاخرت ما في شيء لا ما في لا يلا كم دورك يلا ها سيرو تعال يلا هذا حكم بعد يلا عندك انت لعب باوند شو بسوي فيك الحين هاس عليه حكم هني ليش طول سكت اخي لعب عندك متى تلعب شاب ليش تخرب اللعب عدو يا اخي شو احترم الناس زين انت ما تعرف انت اخي لعب عندك احترم يا اخي شوفي ترياك تعرف والله ترياك خلني اصلا انت دومتي والله انت دومتي كل ما تجي تخرب كل شيء يا صلان خلاص بس يلا كموي اسمعني انت اسمعني ليش ما يحترم نفسه ليش ما يحترم نفسه ايش سويت لغلط يا اخي انا قلت لك ان انا اليوم مو فايت خلاص ما فيها شيء اليوم مسافه ربع تستوي زين على اسمعني تعرف شلون انا عندي لك سامان اوكي انت حروح تريح تعالي بعد ساعتين اوكي تعالي المكان المعتاد اوكي تغير الريال خلاص ريح ما فيها شيء يلا ايش تسوي؟ ما عليك بشهب انا باخذ حقك هلا عمار هلا تعال المكتب ان شاء الله مرحبا سيد مرحبا عمار هلا
تفضل اجل مرتين. تعال مثل ما قلت لك نحن فنشنا عبد الرحمن. مسكين اعطى فرصة. اعطيته اكثر من فرصة. انت شفت بروحك كيف. كل يوم الثاني متأخر. واخر مرة يعيني ويقول لي تعبان ما اعرف شيء برا البيت. كلمت انت؟ كلمته وكل يوم اليوم عيني قال لي تعبان وروح. جاي داوى مخال عن نص ساعة اعطاك وروح. المهم هذا كله خلى سايد. المهم اللي انا بقول لك عليه. ان اتخذنا يعني قرارين. القرار الاول ان عبد الرحمن خلاص. ان احنا برا الشركة. والجدير بدنا يمسك هالمكان انت. فان احنا عيناك مكان. فاتمنى ان شاء الله خير في مكان جديد. ان شاء الله. مبروك على المكان. مبروك على المكان الجديد. الله يبارك فيك. عندك حبوب؟ عندي سامان. شو عندك؟ اي شيء عندك عمي؟ عندي الشيء وحياتك اللي كتطير ابرا. ينفع شو ما ينفع؟ تروح تشوف شو استوى يا اخي. اليوم الرمول متلعوز. تدري بعد الايام الرابع ما منه ما مات. كم حسابك حقا؟ وي انا يسموني كريم وانا بعد كريم. خلى هذه اول مرة علي انا. تسلم كم يا اخي ما تقصر. فعليك فعليك انت بس روق ها بس. يلا خلينا نشوف. اوكي ياسين حياك. زين هيك انا هي ولا بعوف بعوف مش بعوف السلام عليك. عليك السلام شيخنا. ان شاء الله يجزاك خير. احسن الله يهديك يا ابو عوف. ترى كل هالاشياء اللي تسويها ما راح تفيدك. سوي الشيء اللي بيفيدك لاخرتك وحط شيء واحد في بالك. ترى الصاحب ساحب. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حقا دائما تدعو. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حذر الإسلام من سوء اختيار الصحبة، وبالذات رفقاء السوء الذين يجاهرون بالمعاصي ويباشرون الفواحش دون أي وازع ديني ولا أخلاقي لما في صحبتهم من الداء وما في مجالستهم من الوباء. وحث المسلم على اختيار الصحبة الصالحة والارتباط بأصدقاء الخير، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتذكر يا أخي المسلم، الصاحب ساحب.